السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في سلسلة المراجعات المركزة والشاملة الخاصة بالامتحانات الوزارية، ووصلنا إلى يونت 6 الوحدة السادسة بالنسبة لدرس مادة اللغة الإنجليزية. راح نبلش وياكم بالوحدة السادسة. الوحدة السادسة بالبداية عندنا أخفض موضوع جدا مهم اسمه Jobs Definitions، يعني تعريف الوظائف. تعريف الوظائف، وتجيني هاي وحدة من هاي الوظائف، أنا بس مجرد أنه أضيف كلمة someone how هو عفو is someone هو من عندي، والفعل أخليه له S، الفعل لازم أخليه له S. مثلا define دكتور، يعني عرف الطبيب. A doctor is someone who helps sick people، هو الشخص الذي يساعد الناس المرضى. زين، الوظائف اللي عندي موجودات بالكتاب، ذني تحفظون، يعني مو تحفظون بس انه تعرفون انه تخلون اس على الفعل، اس على الفعل. architect plan buildings، يعني شنو architect؟ يعني مهندس معماري. بلان اخلي لها اس، بلانس يخطط او يصمم. شنو البنايات؟ بايلوت الطيار، فلايس بلين، فوتبولر لاعب كرة القدم، بلايس فوتبول اخلي. اثر المؤلف، اقول رايتس بوكس. لا تنسون هنا انت بحرف اي فقط اضيف اس، واذا تنتهي بواي اقلب الواي الى اي واضيف اي اس. شوفوا مثلا ويب ديزاينر، مصمم المواقع. ديزاينز اخلي اس. مثلا استرونت يعني رائد الفضاء، فيت طبيب بيطري، فوتوغرافر مصور الفوتوغرافي، دنتست طبيب الاسنان، بنتر الصباغ، ميكانيك الميكانيكي او احنا نسميه الفيتر، دكتور نيرس الطبيب والممرضه، فاير فايتر الاطفائي. اخلي هنا أنا بوت، اخلي هنا الاس، بوتس بوتس اوت. زين، شوب اسيستنت الصانع، بوليس مان الشرطي، ويتر النادل اللي يقدم طعام، وتيتش تيتشر المدرس، وهكذا. اخلي هنا أنا تيتش اخلي لها اي اس مو اس، لان الكلمات اللي تنتهي بسي اس اخلي لها اي اس، لاني مهمات جدا. يعني مثلا هنا لو ناخذ تعريف جايبينه بسنة من السنين، define a firefighters use puts out the fire in the buildings and cars. ايش اقول؟ شوفوا خلي لي اس، يعني اذا يخلي لي اس فقط انا اجاوبه مباشرة، واذا ما يخلي لي اس لازم اخلي للفعل اس. اقول a firefighter is someone who puts out the fire in the buildings and cars. ايضا ناخذ مثلا define a pilot. A pilot is a someone who flies a plane. وخلوا بالكم fly بهواي، انقلبت الواي إلى قبلها حرف صحيح، أقلب الواي إلى I وأضيف ES، وكذلك بإضافة الـ ED. زين، هذه يعني الكلمات اللي جايات التمرين المتعلق بالموضوع الديفاين. عندنا تمرين أيضا مهم، صفحة 75 من كتاب النشاط، هو تمرين توصيل. تمرين توصيل، عندي أفعال وعندي أسماء أو فقرات اسمية، جمل اسمية مثل help, put out, repair, run, save, take care of. take يأخذ، take care of يعني يعتني. شوفوا الاختيارات، يعني أوصلهن help يأخذ customers يعني يساعد الزبائن، put out fires يخمد او يطفئ النيران، repair cars يصلح السيارات، run a business يدير الاعمال، save lives ينقذ الحياة، take order or for food يأخذ الطلبات الطعام، take care of sick people يعني يعتني بالمرضى. هذا دير بالكم على هذا التمرين. عندنا تمرين بي، صفحة 75 من كتاب النشاط، هذا تدريب على الوظائف، يعني الوظائف اللي شلون نستخدمهن وشلون موجودات عندنا،
وانتم يعني عرفوا الوظيفه، فقط تطبقون القانون اللي قلنا لكم عليه، انه تقولون is someone who وتخلون الفعل اس وخلاص، تنزلون الاجابه وتخلون النقطه بالاخير، لا تنسون على مود تاخذون درجه كامله على التمرين. عندي يونت 6 لسن 3 كارر ادفايس. هذا شنو يحتوي هذا الدرس؟ على موضوع المستقبل باستخدام going to. هنا going to معناها سوف، going to، والفرق بينها وبين المستقبل باستخدام will ان موضوع المستقبل باستخدام going to لازم اكو يعني استمرارية بالمستقبل. اول شيء الظروف التي تدل على هذا الزمن هي نفس الظروف اللي تدل على المستقبل البسيط، يعني المستقبل انا اعرفه من كلمة next التالي، او tomorrow غدا، او future مستقبل، او soon حالا، او later لاحقا، او at the end في النهاية. ذن كلهن يدلن على المستقبل البسيط، هن نفسهن ايضا استخدم بهن، اقدر استخدم به اللي كنا نستخدمه بول، استخدمه بgoing to. زين شلون نفرق بين going to وبين will؟ going to للتعبير عن خطط مستقبلية ننوي عملها في حين، تستخدم will مع امور نتوقع حدوثها برأينا الشخصي، وتكون قاعدة المستقبل باستخدام going to بصيغة المثبت كالآتي: فاعل زائد is او are am زائد going to، وتعرفون انه اذا she وهي وit تاخذ is، واذا الفاعل they او جمع تاخذ are، واذا I تاخذ am. وعندنا going to زائد دائما to يجي وراها فعل مجرد باللغة الانجليزية. عند النفي اكيد انا ايش راح اسوي؟ راح انفي الفعل المساعد اللي هو isn't او aren't او am not. عند الاستفهام راح اقدم ال is وال are وال am، لان هن ذني اللي لازم الافعال المساعده اقدمها في بدايه السؤال واخلي علامه استفهام. شوفوا يقول سها ليفز ات 7 o'clock. اذا قال لي correct using وخلاني going to، بعد هو حل لي المشكله انه انا استخدم going to، بس اقول سها is going to واخلي فعل مجرد ليف واكمل ات 7 o'clock اي بي ام. اذا قال لي مثلا I am going to visit my aunt this evening وخلالي نفي نيجاتيف، نيجاتيف انفيها، اقول I am not going to my aunt this evening. اذا قال لي question علي is going to have a picnic next week، اقول is علي going to have a picnic next week. اذا قال لي مثلا they make a party next week وقال لي use going to، استخدم they are going to make a party next week. Today is the Friday. We not sleep early. شوف not sleep يعني نفي سويها using going to، استخدم اني today is the Friday. Well, aren't going to sleep early. شوف الصعوبة وين تكمن في هذا السؤال. إذا جتني بهيج السؤال مثل الإكزامبل اللي جاي بسنة من السنين، قال am dash leave school as soon as I'm 16. Well, going to. شوف يقول انا شبيه سوف اغادر المدرسة حالما اكون في 16 من عمري، يعني اتخرج من المدرسة. فسوف هنا هذا استمرار، يعني هو هسه حاليا ما تارك المدرسة ولا انا اتوقع، فما اقدر اقول will leave سوف تترك، لكن اقول is going to سوف تترك، لان انت مستمر بالدراسه حاليا، فاستخدم going to. زين نجي هنا انا I am going to see football match. هاي يعني يعلمنا على التمرين على استخدام going to، وموجوده في احد التمارين اللي عندنا. The match is going to start at 7 o'clock. Number 3 it is important. شوفوا هنا they match المباراة سوف تبدأ الساعة السابعة. سابعة احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا كان رأينا الشخصي ما نستخدم will، بس هذا ما يعتبر رأينا الشخصي، نستخدم going to. مثلا it is important must and lots of people will be there، يعني من المهم ان تكون المباراة
وجود عدد كثير من الناس سوف تكون هناك، هنا ما يحتاج going to. زين أقول I am going to wear coat because it will be cold in the evening. أنا سوف أرتدي المعطف بسبب أنها سوف تكون باردة الليلة، يعني هذا رأيي، قد ما تكون باردة الليلة. زين After the match بعد نهاية we are going to eat a restaurant because we will be very hungry. إحنا سوف نذهب إلى المطعم بسبب أننا نشعر بالجوع. زين I have to be home at 10 o'clock or my father will be angry. أنا سوف أكون في البيت الساعة 10 أو أبي سوف يكون غاضب. هذا جاهش عن رأي نفسي، قد ما يكون غاضب فأستخدم will. أتمنى ميزت بين going to بين will. نجي على unit 6 lesson 4 the school of the future، يعني يحتوي هذا الدرس على قطعة اسمها مدارس المستقبل schools of the future، بالإضافة إلى موضوع ضمائر الوصل relative pronouns، وهو موضوع قواعدي ووزاري مهم راح نحكي عليه. أول شيء عندنا قطعة المدارس schools of the future، هذه كلمات يعني بعض الكلمات المهمة وتقدر أنه أنت تترجمها وتستفاد من الترجمة مالتها. عندنا الأسئلة الوزارية المهمة عليها، يقول How will the teaching and learning take place in the future؟ كيف سيكون التعليم والتعلم بالمستقبل؟ Over computers which are connected to the internet، عبر الحواسيب التي تكون متصلة بالإنترنت. عندنا How will the student communicate and work with other students؟ يقول كيف سيتواصل الطلاب مع غيرهم لمناقشة الواجب by using the internet. Where will young people who are interested in the science or music be able to the study. أين ستكون دراسة الشباب الذين يهتمون بالعلم والموسيقى. At the special building designed for those subjects. سوف تكون في بنايات خاصة صممت لهذا المواضيع. What is the importance of global education؟ ما أهمية التعليم العالمي؟ Students connect with other students and teachers all over the world. يجعل الطلاب يتواصلون مع طلاب ومدرسين من جميع أنحاء العالم. أو قد يجينا أسئلة عليها اللي هي تجينا أسئلة فراغات. Complete the following sentences. Number one, school in the future will be very different to school now. Because a job there will be more technology. Number two, in the super schools there will be dash and dash راح يكون sport facilities and science park, a museum and mosque. الموضوع الثاني عندنا ضمائر الوصل. ضمائر الوصل relative pronouns هي من المواضيع المهمة وتقسم إلى قسمين حسب الصيغة التي يأتي بها. أولاً هي شنو ضمائر الوصل؟ ضمائر الوصل هو الاسم الموصول اللي عندنا باللغة العربية بمعنى الذي أو التي. باللغة الإنجليزية الأسماء الموصولة هي ش عندي؟ عندي هو يستخدم للعاقل معناه الذي، which وذات معناها الذي أيضاً أو التي تستخدم لغير العاقل، وwhere معناها يستخدم للمكان، وهوز تستخدم يجي هوز لأداة التملك بس للعاقل. خلينا نشوف شلون باعوا. مثلا That is a girl. تلك الفتاة who lent me her pen. التي أعطتني قلمها. شوفوا التي هو معناها التي. أو That is the dog which chased the cat. ذلك الكلب الذي يطارد القطة. شوفوا هنا كلمة هو استخدمتها لأنه شنو الفاعل؟ الفاعل girl فتاة، وهنا استخدمت which لأن الفاعل the dog، وأقدر استخدم ذات أيضا بنفس الطريقة. بينما من أقول number 3 the coffee were a work sales
the best ice cream يعني هذا المقهى الذي فيه يعمل الباعون اللي اشتريت من عنده شنو افضل يبيع افضل ايس كريم زين شلون نجي تجيب السؤال عادة تجينا بالسؤال يا اما نستخدم هو يا اما نستخدم وير لوتش يعني هو وير واتش يجينا بالسؤال شوفوا السؤال الاول انا اباوع قبل الفراغ اذا اسم عاقل اجاوبه اذا اجاوب هو اذا اسم غير عاقل اجاوب وجه اذا اسم مكان اجاوب وير اذا اسم يسالني عن المتملك هسه رويكم اياه استخدم هوز شوفوا نمبر 1 ذات از ذا مان داش واز ستوبد باي ذا بوليس هو وير لوج شوفوا احنا شو نختار هنا نختار هو على اعتبار ذا مان رجل That is the girl dash when the top prize فتاة تلك الفتاة التي فازت بجائزة قيمة who that is someone البيطري شنو هو لأن يحكي لي على على اسم على عاقل الذي يعتني أو يعالج الحيوانات المرضى I saw the man شوف أنا أشاهد وين الفاعل الفاعل I the man شنو مفعول به أنا أشاهد الرجل شنو الذي يملك البيت الذي sold باعه يعني شاهدت الرجل الذي باع بيته أمس شوفوا فهنا who's استخدم يعني تستخدم للسؤال عن المفعول به يعني من يكون عندما يكون الفاعل مو يكون فاعل يكون مفعول به استخدم هوز زين مازن بوت ذا هاوس هنا ذا هاوس ويتش ليش لان البيت غير عاقل استخدم ويتش ذا ستوري قصه استخدم ويتش ايضا استخدم ويتش زين اجي هنا أنا. My family decided to buy the house ايضا هنا استخدم which has a big garden زين هنا يرجع يقول the police arrested the thief شوفوا الشرطة قبضت على اللص الذي سرق اللي قام بالفعل منه وهو اللص that's engineer who واستخدم ايضا who designed the house do you know the name of the town اقول له where لأن يسألني عن مكان they thank the man استخدم هو saved the boy نحن شكرنا الرجل الذي شوفنا مو عن أداة تملك مثل هذه حتى صحيح هنا مفعول به بس ما سألنا عن أداة تملك يعني وراها ورا الفراغ ما إجاني شيء غير عاقل وجاينا شيء غير عاقل استخدم هوز بينما من يجيني فعل أو يحدث يعني يحدثنا عن شيء استخدم هو استخدمه زين ايضا عندنا تمرين عليه تكملة الجملة زائد الجملة الثانية اللي هي مثلا my friend swims while he lives here اذا تجيب لي هذه الصيغة ويقول لي join هو يعني اربط بهو فاقول my friend who lives here swims well صديقي الذي يعيش هنا يسبح جيدا. My car has broken down. I bought it last month. Join the relative bonus. هنا ما حددني فأقول my car سيارتي التي اشتريتها بالأمس في الشهر القادم has broken down تعطلت. زين؟ أو أقول the girl was ill. الفتاة كانت مريضة. She came last in the race. جاءت متأخرة أو في المرتبة الأخيرة في السباق أقول the girl who باعوا بالمناسبة من تربطون الجملة يقولون the girl الفاعل تجيبون هو تنتهي الجملة الأولى بعد ما لكم علاقة بها شو تسوون تجيبون الجملة الثانية تكملوها من came last للنهاية ريس وترجعون تكملون was ill زين بهنا نفس الشيء أقول my car which جبت my car which
اقول اكمل الجمله الثانيه لحد ما اقول ماد، خلصت ماد ارجع على الجمله الاولى من الفعل المساعد او من الفعل الرئيسي واكملها. زين، هذه الجمله الثانيه قد يكون بدون ضمير العائد على الاسم زائد ضمير وصف زائد جمله. مثلا اذا استخدم ذات، استخدم ذات مثلا اذا كانت بهذه الصيغه يقول ذات ثيف هي ستول ماي ماني. اذا بالعكس منطيني فايش اسوي؟ اسوي يعني اذا كانت لازم استخدمها بالجمله الثانيه اكمل الجمله الاولى اقول ذات ثيف وبعدين اجيب هو وارجع اكمل الجمله الثانيه. يعني هاي اداه الربط، الجمله الثانيه بدون الضمير العائد على الاسم الموصول زائد ضمير الوصل زائد الجمله الاولى كامله. يعني مثلا he found his book he lost it yesterday، استخدم الذات فاقول he found his book that he lost yesterday. زين، بينما هنا ذات الزمان he was stopped by the policeman اقول ذات الزمان who was stopped by the policeman وهكذا. where are the book I left them here where are the books that I left them here. This is a house I live in it join where. This is the house where I live in. This is the house where I live in. ايضا عندي مثلا I bought some cakes my sister made them yesterday. اقول I bought some cakes that my sister made yesterday. يعني تنتبه عندك طريقتين للربط، يا اما تربط تجيب تكملة الجملة الاولى زائد الجملة الثانية بدون الضمير العائد على الاسم زائد ضمير الوصل زائد الاسم، أو الربط الثاني الجملة الثانية بدون الضمير العائد إذا زائد ضمير الوصل زائد الجملة الأولى. هاي نستخدمها إذا كانت الهو لازم نربطها بالجملة، الجملة الأولى تكون ثاني وحدة مو الجملة أول وحدة والثانية أول وحدة صايرة. أجي هنا على يونس 6 عندي يقول الأ والأن والذ، شنو هذا؟ يقول أداة التعريف أول شيء أدوات التنكير اللي هن الأ والأن والذ. أداة التعريف ذي يمكن استخدام أداة التعريف ذي والذي تعني ال في الأماكن التالية في الجملة للتحدث عن شيء تم ذكره مسبقا في الجملة. مثلا A man came to me، الرجل الذي أتى. The man asked me to bring him a cup of coffee، يعني الرجل الذي طلب مني ان اجلب له كوب من يعني هذا كانما شيء وحيد، يعني هو شخص واحد. للتحدث عن شيء محدد، ونقصد بمحدد انه محدد الملكيه او اللون او موقع او جنسيه. زين، مثلا the ball is under the table، الكره التي تحت المنضدة، يعني هي فقط كرة واحدة كأنما. أو نتحدث عن شيء واحد في العالم ولا يوجد له مثيل، مثل القمر sun، الشمس moon، القمر world، العالم internet، pyramids، الأهرامات flowers، الأرض ground، الأرض أو earth، الأرض، لأن كلهن نستخدم. عندما نتحدث عن شخص وحيد بالبلد مثل president، الرئيس او مينستر، الوزير وهكذا. زين، مثلا the minister of education arrived to London yesterday the president has signed the agreement وهكذا. يعني احنا عندنا نستخدم ذا بهذه الحالات. الحاله ايضا يمكن استخدام ذا قبل اسماء الجمع فقط. الجمع نستخدم بالجمع نستخدم ذا، ما نستخدم لا ولا للتنكير. Where are the pupils? There are the books you asked me for. يمكن استخدامها مع الغير معدودة، المعدودة الشغلات الغير معدودة أيضا تستخدم فقط ذا، ما تستخدم أن، مثل water، money، rice، الأشياء الغير معدودة تستخدم قبل الصفات، خاصة the most نستخدم دائما the most beautiful نستخدمها. نستخدمها اسماء الانهار ايضا لان على اعتبار وحده، واسماء الدول اللي مختصره ايضا نستخدمها. بينما ادوات التنكير انها اول شيء هي لوصف مكان، وقلنا ان اذا كانت تبدي بحرف
علة، وحروف العلة باللغة الإنجليزية هي الـ A والـ A والـ O والـ U والـ E والـ I. إذا ذني أستخدم قدامها N، وإذا ماكو أستخدم قدامها N. الحالات اللي قلنا إحنا إذا عدنا ذا نستخدمها فقط في الشيء الوحيد واللي يعني ما منه كم ما عن بكثرة. أما إذا كان بكثرة فهي نستخدم أ و أن، يعني شيء مو محدد، أقصد بمو كثرة عدد. لا يمكن استخدام أ و أن ذا في الحالات التالية: مع أسماء الدروس، أسماء المدن والدول، بعد كلمة ذلك. ما استخدم ذني. مثلا جانا سؤال يقول have you read and the English book. The English book يعني كتاب اللغة الإنجليزية، يعني كتاب واحد، فما أقدر an English book، ما ترهم ولا an English book. بينما هنا كان I have an apple على اعتبار أنه تفاح موجود في أكثر من مكان، عكس الووتر والموت والرايس، لأنك استخدم ذير تبو. There were no chairs, so we have to sit on. فاستخدم هنا the floor على اعتبار أنه floor الأرض واحدة. هنا مثلا I want to be، أنا أريد أكون a teacher. تيشر يعني تيشر مو وظيفة محددة، مثلا مو مثل واحد يقول أنا أريد أكون الرئيس فنستخدم له the president. زين، وهكذا أعتقد واضحة وسهلة. تمرين صفحة 78 كتاب النشاط تقدر أنه تقرأ وتشوف اللي عليه موجود الاستخدام الفراغات اللي عليه. راح أقول لك I am at school in Tikrit. I really enjoy my school, so I am going to join a language summer course at the end of the year. I'd like to be interpreter. Interpreter يعني أنا أكون مترجم. So I hope to get a place in the arts college. Arts college يعني كلية الفنون أو كلية الآداب. I came to Mosul a few weeks ago before we came here. We lived in Erbil. I miss you. Friends, I had a special friend called Faiz. We went to the same school and we always spent Saturdays together. We both loves music and we used to listen to songs for an hour a day. I don't know anyone here, but I hope I will soon have a friend. ايضا عندنا بالنسبه ليونت 6 lesson how do you get to، يحتوي هذا الدرس على موضوع الاتجاهات الدايركشنز، يعني شنو الاتجاهات، يعني المواقع، يعني شخص يبحث عن مكان، عن موقع، عن بنايه، عن مركز. في حاله السؤال عن والاجابه وهو موضوع قواعد وايضا وزاري، يسالني ask it about directions، يعني حدد اطلب من المكان او يقول لي giving directions. السؤال عن الاتجاهات asking about direction، ويمكن ان نستدل على هذه الصيغة في السؤال من كلمة ask. للسؤال عن المكان والذي نستدل عليه اذا وجدنا كلمة way نستخدم القاعدة التالية: can you tell me how to get to، واسي اسم المكان. يعني انا مثلا اقول لي ask someone the away to the cafe، اسأل واحد عن القهوة، أنا أسئله، فأنا من أسئله عن المقهى شو أقول له؟ أقول له can you tell me how to get to the cafe؟ can you tell me the way to the cafe؟ هل تستطيع أن ترشدني أو تدلني على المقهى؟ سير. للسؤال عن المسافة والتي نستدل عليها إذا وجدنا كلمة distance، هاي إذا لقينا وين، قل له how far is that. how far، ask someone about the distance to mall، اسأل شخص عن المسافة عن المول، اقول له how far is the mall. how far is the mall. زين، نجي السؤال الثالث يقول اذا سألنا عن نقطة الوصول، يعني متى اصل
الوقت اللي اقدر اوصل بيه او الوقت، يعني شلون مثلا ask someone about time to hospital، يعني اسال اطلب من شخص اللي قد توصل للمستشفى، يقول له how long will it take to get to the hospital، يعني ايش قد اوصل للمستشفى، ساعه ساعتين ثلاث ساعات زين، فاقول له how long، اجيب how long واقول how long we will it take to get to، واخلي فقط اسم المكان the hospital. هذا اذا احنا سالنا، احنا اللي انتهينا المكان ونريد نوصل له. اذا كنا نريد ننطي الاتجاهات بالعكس، احنا سئلنا نسميه given direction، ذاك اسمه asking direction، هذا اسمه given direction. اول شيء عندي يجيني سؤال يسميه show the way، show the way يعني بين او وضح، وضح الطريق او بين الطريق لشخص. مثلا اذا كانك اكو ترافيك لايت، يعني اشارات ضوئيه او معلومه معطاه بين القوسين، اقول له go to the traffic light، يعني اذهب الى الاشاره الضوئيه. اذا كانت ترافيك لايت في الوسط، نضع اقول له to the traffic light. زين اذا كانت بالبدايه، اذا جاء ستريت او رود، اقول له go along the street او رود، وحده من الاثنين، او along the street road. زين اذا جاء left او right، يعني يمين او يسار، اقول له turn، يعني استدر left or استدر right. اما اذا جاءت اخر معلومه، اقول له it is on the left او it is in the right. هسه راح نشوفه ونشوف. اذا وجدنا sit right او past، نضع قبلها go. خلينا نشوف، يقول show the way to the cafe، بين الطريق الى المقهى using traffic light left sit right right. شو اقول له؟ اقول له go to the traffic light، اول شيء اذهب الى الاشارات الضوئيه، turn left استدر يسارا، go sit right واخذ يعني قبل او طول مستقيم، it is on the right، انها على الجهه اليمنى. زين اذا كانت بالصيغه التاليه show the way or to the mall sit right traffic light left، اقول له go sit right اذهب الى sit right مستقيم to the traffic light it is on the left. زين اذا جتني بهذه الصيغه show go show the way to the hospital use traffic light left sit right street right، اقول له go the traffic light turn left go sit right along the street it is on the right. هذه اللي وحده من عندهم يستخدمها، وعادة النماذج الأسئلة الوزارية يجيني يعني بس أجاوب لما الأسئلة، ما أجاوب هذه go to the traffic light، يعني ما يجيبها هيك صعبة. What do you say when you ask someone to how you the way to the park؟ يقول اسأل، شلون تسأل شخص يدليك على المتنزه؟ أقول لك can you tell me how to the to get to the park؟ Ask your partner 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 يعني الشريك أو زميلك how to go to the bank، كيف تذهب إلى المصرف. Can you tell me how to get to the bank؟ What do you say when you ask someone to show you the way to the hospital؟ اسأل صديقك شلون يدليك عن شخص ما، العفو مو صديقك، عن الهوسبيتال مستشفى، اقول لك can you tell me how to get to the hospital. هذا اكو تمرين متعلق ب تمرين صفحه 79 تمرين اي في كتاب النشاط، يقول complete the sentences with the word in the box next to، يعني بجانب، هاي مو معناها التالي، best يعني عبر، past long يعني على طول، تين استدر، sit right on بشكل مستقيم، يعني احنا نقول اطلع قبل، how to get to، كيف اصل. فالحل مالته نمبر 1 go sit right on until you get to the traffic light. هنا يجيبونا مرات فراغات ذني. زين when you get to the blue horse العفو house turn left. نمبر 3 can you tell me how to get to the library. نمبر 4 go past the bookshop and it is on the right. نمبر 5 my house is next to the park، يعني بجانب المتنزه. How long will it take؟ زين
أيضا عندنا تمرين بصفحة 79 في كتاب النشاط، هذا للتدريب على إعطاء الاتجاهات فقط. يعني أنت أهم شيء عندك ذاك التمرين، هذا ليس بالتمرين المهم، بس تعرف أنه جنكشن كروس جنكشن يعني تقاطع طرق، فبس تعرف تنمي الأشياء المهمة. عندي يونت 6 لسن 7 A famous carer، يعني هذه القطعة اللي موجودة اللي هي شخصية مهمة، والشخصية المهمة اللي عندي هي شخصية القطعة تحكي عن الحسن بن الهيثم اللي هو عالم البصريات اللي الاختراعات في الضوء. يعني أبو الحسن موجودة القطعة عندكم، أبو علي الحسن بن الهيثم معروف عند الغرب باسم الحسن. الأسئلة اللي عليها أسئلة مهمة راح نشوفها، أسئلة القطع جدا مهمة لأن تجيكم أسئلة القطع. When and where was ابن الهيثم born؟ يعني متى وأين ولد ابن الهيثم؟ He was born in 965، يعني ولد في 900 البصرة، يعني هو ولد في سنة 901 مو 965. خلينا نتأكد، بس نتأكد من الولادة. 965 هو ولد مو 901، ترجمة هنا أو خطأ بالترجمة. زين، Where did ابن الهيثم receive his education؟ أين استقبل أو استلم تعليمه؟ In Basra, Baghdad and later traveled to Egypt. في البصرة وبغداد وبعدين سافر إلى مصر. What was ابن الهيثم called؟ They visited and البصري، يسموه الفيزيائي والبصري. What did the caliph in الخليفة يعني in Egypt need ابن الهيثم to do؟ What did he propose؟ يعني كان شو يريد من عند الخليفة في مصر وماذا هو اقترح؟ He needed him to regulate the flooding of the river Nile. يعني أراد منه أنه ينظم فيضانات النيل. He proposed a hydraulic system. اقترح نظام هيدروليكي. What was ابن الهيثم contribution during his stay in Spain؟ ما هي مساهمات ابن الهيثم في إسبانيا؟ Field of mathematics, physics, medicine, scientific methods and optics. Optics يعني البصر. What was ابن الهيثم known of why؟ لماذا عرف ابن الهيثم ولماذا؟ Father of optics يعني أبو البصريات. For his great contributions in the field of optics، لأن عنده هواية في مساهمات عظيمة في هذا المجال. What was ابن الهيثم's famous book called؟ شو اسم كتاب ابن الهيثم المشهور؟ كتاب المنظور أو بالإنجليزي Book of Optics أو كتاب البصريات. اكتب واحدة من العدين صحيحات. What language did ابن الهيثم's book translate into؟ المن ترجم؟ Translate into Latin and many other languages. ترجم إلى اللغة اللاتينية وإلى عدة لغات. What made ابن الهيثم famous؟ ما الذي جعل ابن الهيثم مشهور؟ He made many experiments on the movement of light, colors, opticals, illusions and reflection. يعني الخيال البصري والانعكاس والألوان. When and where did ابن الهيثم die؟ He died in 1014 in Cairo. توفى في هذه السنة في القاهرة. Who celebrated in ابن الهيثم achievements and when؟ UNESCO 2050. What was the name of short education film produced by some of Sinus Santas؟ 101 inventions and the world of ابن الهيثم. 1001 اختراع عند ابن الهيثم. Number 13 according to medieval biographies how many
وورد ديد ابن الهيثم رايت، يعني كتاب السيرة في القرون الوسطى، كم عدد الأعمال التي كتبها ابن الهيثم؟ هاي يعني مو أسئلة كلش مهمة. More than 200 work in on wide range of subjects. ابن الهيثم was born in 1965 complete بصرة، بس تكتب بصرة. التمرين المتعلق بهذا الدرس هو تمرين الإسقاطات. قبل حل هذا التمرين لازم نعرف أنه بط تستخدم بين فكرتين من نوعتين مختلفين، يعني جمل متناقضة، وأن تستخدم بين الجملة نفس النوع which قلناها وألصى معناها أيضا، وتأتي بعد الفعل المساعد أو الفاعل في وسط الجملة. زين، هذا السؤال اللي عليه. Number one, he is also sometimes called Al-Basri after his birthplace in Basra, where most of his work are now lost, but more than 50 of them have survived to some extent. With number three, he most famous work is Al-Kitab al-Mandur, Books of Optics, which is in 7 volumes. Well, number four, he was one of the most eminent physicists who ever lived. Well, number five, the great work was translated into Latin and many other languages. هذا بالنسبة لهذا الدرس. اللي عندنا يونس 6 لسن 8 اللي هو سكول بروجكت، يحتوي هذا على موضوع الانشاء، واكتب عن مهنة شخص حقيقي. قد يجينا هذا الانشاء بهذه الصيغة، write paragraph about career of famous persons، يعني مهنة شخص حقيقي. الحسن بن الهيثم was born in 1965 in Basra. He is one of the most eminent physicists who ever lived. He worked in many fields like mathematics, physics, medicine, and scientific methods, especially optics. He traveled to Egypt and Spain, and he was called the physicist in medieval Europe. He is also sometimes called Al-Basri after his birthplace in Basra. He died in 1040, possible in كايرو. هذه بالنسبة لابن الهيثم. هذا هو مراجعة للدرس الوحدة. احنا قلنا التحدث عن المستقبل نستخدم going to، وقلنا ايضا who which that اما تستخدم، وقلنا او انه ذا اما تستخدم، وايضا عندنا سؤال بالاتجاهات، وايضا هنا بعض التمارين اللي عليه هذا السؤال. عندنا يونس 6 اللي هو راح يكون الدرس ال شو عندنا هنا بالنسبة لهذا الدرس الخاص باليونس 6 اللي هو اللي يحتوي هذا الدرس على قطعة للقراءة فقط لتطوير مهارة القراءة، وهي غير مهمة بالوزاري، هاي غير مهمة، يعني قد تحتاج معاني، فقط معاني الكلمات تحتاجهن، قد في القطعة الخارجية تجيك، وهذا على تمرين واحد وزاري مهم، تمرين الإسقاطات، هذا تمرين الإسقاطات بالإضافة إلى تمرين تدريب على الإجابة على القطعة الخارجية. يقول هنا use the sentences، هذا لبعض الكلمات المهمة، wages أجور، comply يتدمر، define قطعا، و earn يحصد أو يكتسب، opportunity فرصة، difficult صعب، و facilities منشآت، و others officer يعني مكتبي. هذني قد يجيكم بالمعاني الكلمات تعرفوهن. school is a good opportunity to prepare for university education or at university some courses are quite easy and other very difficult. الاختيار modern universities have good sports facilities. هذا اذا يردون يجيب لكم اياه يجيب لكم اياه بالمعاني الكلمات اللي تخلي يجي بالصندوق فوق وتنسبون الكلمات على الجمل تجيكم نفسها
If you get better job, you can earn more money. The wages in some jobs are not very high. Some people complain that they don't have enough money. You, number seven, you can get advice on good job from careers officer. It is definitely a good idea to study hard for the future. هذه ذني الموجودات يعني هاي الوحدة حاولوا تحفظون معانيهم وتعرفون الجملة عن من تجيكم تجيكم نصا للسؤال. التمرين البي صفحة 83 من كتاب النشاط هو تدريب للقطعة الخارجية، اقرأ هذه القطعة وتدريب لها شلون تجاوبون عليها. زين شلون تجاوبون على القطعة الخارجية؟ وعادة إجابة بصحة وخطأ أو إجابة يعني هنا مثلا الأسئلة علي read a lot of books with the teachers at primary school job force he found the work difficult in his second year at secondary school job two علي helped the pet with the animals on the farm job force علي's parents decided to come back to the farm every summer. جواب 2 علي enjoyed going back to school. جواب 4 وأيضا قد تكون الأسئلة بهذه الصيغة. الجواب الأول راح يكون because school was boring and he wanted to leave and get job. Number 2 because they wanted him to get a good job. Number 3 C because one of the cows was sick. D because he had to work very hard to catch up وE because he now knows what he want to do. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود في هذه الوحدة. لا تنسوا الاشتراك والقناة وتفعيل الجرس وإن شاء الله احنا مستمرين معكم. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.